عمل برش حاجات خايبين معناه ما كانش في المستوى دخلت في الدار وما عادش حتى فرانك راه وما يكسبش دوره وضربني مره وانا مش عامله حتى شيء راه وهو مجرد انه خمم اللي انا خرجت بسرقه عليه امي قالت لي راه الطفل هذايا راه وبعدها نهار اخر باش عارس بيه وكل راه معناها عادي تجي تبات بحذايا يجي يضربك هو يخاف يقول لي ما تقولش لداركم خاطر يقولوا لك ابعد عليه تا يقول لك درشني انا دار كي تبعت عليه دار نقول لهم ما تبعتش عليه اما انا ما في بالهمش معناها اللي هو عن اي ما في بالهمش باش نرجع بالوقت ثاني قلت لك نرجع للقرايه نرجع لاي عبد خايف في حياتي عرفته ما نعرفوش شكون هما ذوما اللي عرفته الكل ليك زين الكل اعطيني حد فيهم اكثر واحد خايف ماذا بك ما ترجعلوش والله ليكس نتاعي اكس خطيب هو ما عمل برش حاجه خايبين معناها ما كانش في المستوى كيفاش عمل ما كانش في المستوى حاجه ما نجمش نحكيها حسيلو احنا كنا كي كنت انا معاه كنا محلينا ودرشناي اول ما انا بعدت عليه وليت انا خايبه ولا يحكي للناس راهي خايبه راهي كذا وقت لي هو يعرف لي انا خير منه برشا معناها خير منك يعني كي بعدت انت اللي بعدت اي انا بتبيع خاطر جيت منك انت ولا طلع فيك العيوب هي ما جاتش مني انا هي جات هو اللي وصلني باش انا نبعد عليه اما مش انا لا تحلى دزوها اي بيان سور هو اللي كان خايب باش انا وصلت بعدت عليه ديجا سامحته برشا مرات هو توا مشي على روحه مالي قدم من مره سمحت يمكن 10 11 سمح برشا يا نرى ندمت لي سمحت برشا مرات لا لا ها بيه كي تسامح العبد بيه هو ربي يسامح خلينا احنا مالي. اما عبد كي كثر لها زيدا برشا برشا فما حاجات تسامح عليهم وحاجات تسامحش عليهم فما حاجات بار برينسيب ما تنجمش تستغنى عليهم ولا تيح على النيفو نتاعك بيه قداش عندكم اللي بعتوا عنا تو خمسة شهور خمسة شهور مش تحس في روحي أنا من نهار الأول نحس في روحي ترانكيل نسيت ولا ما نسيت نسيت أنا قداش بقيتوا مع بعض تسعة شهور قاعدة هو ديجا كان مدارنا من شهر الأولين من شهر الأولين ديجا احنا حاجة عرفتها مع بعضنا كان بالقدي بالقدي فهمت شنو هي الحاجة اللي لقيتها فيه اللي أنت في شهر وافقت باش يخطبك والله خاطره انا من الاول هو راجل معايا معناها ظاهره كانسان شريك ظاهر يحبك معناها سينو ما كان جاي ما يحبنيش انا ما نوصلش نهزه للدار دخلت للدار وما عادش حتى فرانك راه وما يكسبش دوره اما قلت كان نهزه مع بعضنا نحبش عبد لاباس عليه نحب عبد نولي لاباس علينا مع بعضنا اما شوف محلاها الطفله تقول بنات تونس تحب الفلوس محلاني محلاني وي عندش الزهر اختي عندش الزهر الزهر سبع سنين على البغض ضايع تفعلي والله اي كمل احكي لي كا والله قلبي وجعني تفعليك وتفعليك من وجعك القلب عايشك اسالني سؤال اخر انا عجبتني كيفاش هكا قلت نحب مع بعضنا نوصلوا مع بعضنا اي بتبيعه ليه شفت خاطر عبد اذا كان مش نعرف انا عبده هو لبس عليه ديجا باش يقول لك هي معايا على خاطر هي تحب النيفو هذاك وخاطر درشنا خاطر درشنا ما انا كي مشيت مع عبد خاطر حاجتي بالعبد هذاك سوا عنده سوا ما عندوش اما مش ديما ما عندوش لازم ما دام هو حاجته بيك لازم يولي عنده يعمل ايفور ويوريك اللي هو عنده يعني هو عمل ايفور اما عمل شويه بيه وبرشا خايب فهمت حاجه خايبه هذيك شنو الفتره الاولى ولا من بعد كي بديتوا السنس ببعض لا لا من بعد كي ولا يجي لدارنا معناها ولا نحسه كمسؤول عليا اكثر ولا عنده فيا الحق اكثر كما وقتها ولا يتبدل ولا نخرج من الدار نلقاه في وجهنا قاعد برشا 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 ولا انت مشكلتك انه حزارته والله انا ما نحبش طفل ماهوش حزار انا طفل ماهوش حزار عندي انا ما يمشيش لدارهم نرجعوا لامه اما يلزم حزار في حاجات مش في كل شيء انا مثلا يلزمني نهار مثلا في الجامعه نخرج مع اصحابي انا نقول انا مش نمشي نقعد في القهوه الفلانيه مع اصحابي نقهوه في القهوه قبلي هي مشكو كيفك يحبك انت يحبني اما مش يحبني شويه اخويا احقرني شويه انا نحب شكون يحقرني على غالب زاد كل يوم يجي في وجهك في التليفون في ديما راه ديما ما فماش دقيق مره ندوش قال امي انا طلب امي قالها رايبتك ما تهزش قالت راهي داوش قالها عاديها لي امي قالت له داوش معناها قالها عاديها لي ومعناتها انا كلمه عادت لي امي انا زعما هذا كل قله ثقه ولا شنو قله ثقه عملت شي عمله انت خليته لا هو لا لا بالعكس انا الطفل الوحيد اللي انا كنت معاه وما نخرجش وهو ما في بالوش ولا ما هو مخه يمكن فما عباد كتعطيهم قيمه وقدر
هما يتحلوا في العريض فهمت. كان جيت انا من الاول ما مانيش ماشيه معاه في الخط ونخرج ودرشني راه قاعده هكاك يعني الغلطه منك انت اللي خليت له سمحت له باش يدخل في حياتك برشا. ايه يا كيكا انا خاطر ما كنتش نخلي عبد يحكم فيا ولا عندي بابا وخويا معناها ان شاء الله بفضلهم ربي يفضلهم لك سينو عبد اخر باش يجي يتحاكم فيا ولا لا. اما هو عرفتها قلت ما دام يحبني وكذا خليه معناها ناخذ بخاطره. اما نلقى روحي قاعده ناخذ بخاطره في برشا حاجات صحابي وليت ما عادش نقابلهم انا معناها عمل لك عالم خاص هو أكهو. هو اكهو هو خواتك حتى دار خالتي ما نمشي لهاش انا وداركم امك ابوك خوك اكهو حتى طفله ما تقبلها انا ما قبلت انا شويه اما بعد تفرقعت. وقتاش تفرقعت؟ وقتاش فاض الكيس واللي انت خذيت ديسيزيون اللي لا سي والله انا كنقول لك بعد انا سامحت على برشا حاجات اما كي بعدت عليه ما فما حد شيء. كيفاش امي قالت لي راهو الطفل هذايا راهو بعدها نهار اخر باش عارس بيه وكل راهو معناها عادي تجي تبات بحذايا يجي يضربك عادي جدا خاطر هو مد يده قداش من مره فهم عليك نسيت رجعت له اي رجع له لي هو انا هو يعني مد يده وانا نرجع له يعني معناها علاقه مبنيه على تطيح القدر تطيح القدر فوالا هذاك باش ننصح انا اذا كان واحد طايح معك القدر مره قص من وقتها راهو اذا كان طاح القدر مره واثنين وثلاثه راهو ما عادش فما عيشه معناها طاح القدر وفات العيشه هذيك هي فهمتني قداش من مره ضربك وضربته مرتين يغلب انا نغلب انا نغلب وهاو يسمع كان عندك ما تقول جاوبني كيفاش يغلب هو هو خاطر هو مثلا مش يضربني ضرب هو يدزني انا نعطيه نبلع له ما نقولوش يا علاش تضرب وراني نبكي ليه انا ما نبكيش الساعه انا ما نبكيش ولساني طوي اي انا نتقبح برشا ما تراهيش هذايا زاد سبب انه بعدكم ولا سبب اللي هو مش واثق فيك خاطر لسانك طويل لا هو بالعكس يحبني خاطر انا لساني طويل خاطر من اول ما عرفته يعرفني لساني طويل يعرفني ما نشوفها لحد معناها نطيح كانوا مع الناس اللي لازمني نطيح معاهم معناها اما عبد اخر دورنا هكا اما عبد اخر معناها ليها كها وضربني مره وانا مش عامله حد شيء وهو مجرد انه خمم اللي انا خرجت بسرقه عليه جاني نهار عيد الحب اي نهار عيد الحب عبيد تاخذ الورد هذايا تاخذ في الضرب مسكينه ايه شفتوا مره نهار عيد الحب شتيت صب وقتها في بالي باش يجيب لي الورد هو جاب لي كادو الحقيقه راه جاب لي مونجيلا فازيت واحد اما ساعه اول مره لي قال لي وينك البير قلت له ريق ده هو درونتو يكلم فيا مسع سين نتاع الليل وانا هزني النوم هو في باله انا خرج يا اخي انا ما عنديش بابا مش راجل خويا مش راجل انا باش نخرج مع ساعتين معناها ابار انت موجود ولا مش موجود انا بتبيتي ما نخرج بار برانسيب في الليل ما نخرجش انا في الليل كها ودزني هكا قدامه يا اخي تلفت له باش ما نقولوش ما تتقالش هي يا اخي عملت له حاجه خايبه بزقت عليه مرة ثانية هو ضربني انا فما بوبيلة هو كي ضربني قدام صاحبتي فهمت زد غضتني اكثر وقتها شديدة كالبوبيلة هزيدة دردعتها هكا وهو طويل قلت له براف قوية زي قوية برشا زيد كاو اما ما ديجا اخويا معناها اما هو يخاف يقول لي ما تقولش لداركم خاطر يقولوا لك ابعد عليا يقول لك درشني انا دا كي تبعدت عليه دا انا نقول لهم ما تبعدش عليه اما انا ما في بالهمش معناها اللي هو عنف اي ما في بالهمش يا مينا فهمت فجاه نلقى روحي ما كرهته ما عادش نحب نقعد معاه درشني خاطر يمكن هزيت برشا لين ما عادش معناها يعني انت توا لو كان آلة الزمن هذيا هو تنحي الجمله من حياتك فسخ ونعمل عليه مش بستيلو الاحمر بالقوم جمله جملة زي ما حب عاش حب نشوف تصوير بعد ما تخلقتش ما حسيتش اثار في حياتك ما خليش بصمه ما والله هو يخلي بصمه خاطر عابد تشوفه لمده 9 شهور تشوفه كل يوم راهو بتبيعه باش حتى كان تكره الانسان هذاك راه باش يخلي عليك بلاصه كبيره مي فرحانه خاطر كنت معناها كال حس في روحي في داموس مانيش نفست ماني ما كنتش فرحانه فهمت توا اللي باش تعرفوا
اول حاجه قلتها قبيلك احقرني. لا لا ما مش تحقرني، تحقرني نحقرك برشا برشا، ما نحبش الخنقه خنقه لي، اما تحقرني انا تحقرني نهارين نحرقك عمري كله سيله الحكايه. ما نحبش برشا يجري وراك زيد، قلت انت احقرني. واحد لازم يلقي مقدار الروح، اذا كان انت قدرت روحك انا باش نقدرك، اما انت طايح قدرك انا طايح قدرك. انت انسانه رجله ومحليك وكل شيء. احكي لنا شنو هي المواصفات وتوا خلي باش كان جاو الخطاب يعرف مواصفاته، باش ما نكذبوش ما نقولوش راجل وكلهم رجال هما. نحبوا عنده الاكتاف، كتاف وصحان. نحبوا حن طويله شوي، يلزموا اطول مني خاطر طفل قصير انا جيم با لا استطيع لا اتحمل. الكتف شنو نوعية الكتف الساعة؟ عنده هو عنده الكتف ولا الكتف الأخرى؟ لا لا هو الكتف في البدن. في البدن. إيه. متخيل الكتف الأخرى؟ إيه؟ نحبه حنين، حنين يا خويا حنين، كون حنين، لا عنف لا لا تطيح قدر لا حد شيء. خليك طفل دافي بجاه ربي. يلزمو دافي، أنا أصلا تو مانيش مستحقة راجل في حياتي. علاش؟ عليك أهو، أنا تو نحب تعرف شنو نعمل؟ نحب فلوس، نحب نخدم فلوس. ونشوف مشروع ولا نشوف، نحب نفرح امي انا، امي مش فرحه بطفل انا براجل ولا، اما كان جاي واحد لابس عليه مش باش نقولوا ليه بالطبيعه. كنت تحب ناخذ فقير تو ثبت روحك على الشركه. يعني فقير وخيتي فقير ويضرب وهو مش عاجبه زيد، يعني نشوف واحد لابس عليه مش خير. لابس عليه باش يعملهم الكل زيد راه. لا لا انا شفتني انا ما نخليش حتى حد يعملهم بطبيعتي. انا معناها هو يمد يده وانا نمد يدي، انا راني تعامل كما تعاملني نعاملك، تقدرني نقدرك. ردوا بالكم منها راهي تتي تتي خبش. اي والله قولا وفعلا بالحق والله.